بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 169. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، حكم بالموت على كل إنسان، فقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام المعتدات، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل منه. فالمتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها، وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم لا. وذلك لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال العلامة ابن القيم: عدة الوفاة بالموت دخل بها أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس، وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم، ولا هي تعبد محض، لأنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه انتهى. وقال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة وغيره: اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشر، انتهى كلامه. وأما الحامل فإنها تعتد بوضع الحمل كما سبق في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية تشمل المتوفى عنها وغيرها. والأمة المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة، فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال في المبدع: أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، وإلا فظاهر الآية العموم. هذا ولعدة الوفاة أحكام تختص بها، فمن أحكامها أنه يجب على المتوفى عنها أن تعتد في المنزل الذي مات زوجها وهي به، فلا يجوز لها أن تتحول عنه بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك، وفي لفظ: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك، وفي لفظ: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك، وفي لفظ: حيث أتاك الخبر، رواه أهل السنن. فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره بأن خافت على نفسها من البقاء فيه، أو حولت عنه قهرا، أو كان البيت مستأجرا وحولها مالكه، أو طلب أكثر من أجرته، فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر. ويجوز للمعتدة من وفاة الخروج من البيت لحاجتها في النهار ثم ترجع إليه، أما في الليل فإنها لا يجوز لها الخروج، لأن الليل مظنة الفساد. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاة: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. ومن أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد مدة العدة، والإحداد هو اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، فتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما يفعلونه، وهو تسخط على الرب وأقداره. فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد،
ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، يعني لغير الزوجة، وهو 3 أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن، وما زاد فمفسدته راجحة فمنع منه. والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن 3 أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد. وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع، فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها وجودا وعدما، إلى أن قال رحمه الله: وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم بها بالزينة. انتهى كلامه رحمه الله. فيجب على المعتدة من الوفاة في هذا الإحداد أن تجتنب عمل الزينة في بدنها بالتحسين بالأصباغ والخضاب ونحوه، وتتجنب لبس الحلي بأنواعه، وتتجنب الطيب بسائر أنواعه وهو كل ما يسمى طيبا، وتتجنب الزينة في الثياب، فلا تلبس الثياب التي فيها زينة بل تقتصر على الثياب التي لا زينة فيها، فتجتنب كل ذلك مدة الحمل. وليس للإحداد لباس خاص، بل تلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه ما لم يكن فيه زينة. وإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض العوام. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.